حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوسم، الحلقة رقم 100. طبعا كل الشكر للقائمين على البرنامج والناس اللي خلف الكواليس. 100 حلقة بالتمام والكمال من برنامج الوسم، اليوم هي الحلقة رقم 100. افتخر بهذا الرقم والعدد كثيرا، وان شاء الله نستمر برفد مشاهدين الكرام بكل الاخبار وكل الاحداث وكل الترندات اللي دائما ما تكون هي الحدث الابرز في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، دائما ما تكون في برنامجنا برنامج الوسم. الرقم 100 رقم اعتز به كثيرا. اولى مواضيعنا في هذه الحلقة هو موضوع ليس وليد اللحظة، وإنما في المحافظات العراقية وفي الأقضية وفي النواحي وفي الصحة، الكهرباء، في الوزارات التي تمتلك مالا، يصير أكو سرقة، يصير أكو يعني بوق، لكن سرقة عن سرقة تختلف. اكو سرقة بسيطة ما حد يقدر يباوع عليها ولا حد يقدر يلتفت عليها، حتى النزاهة ممكن ما تقدر تحقق بهاي السرقة، لكن تيل عمود مال الكهرباء، عمود مال الكهرباء النهروان، يعني النزاهة كامشيهم بالنهروان، مشترين عواميد مال الكهرباء 20 عمود ب72 مليون دينار عراقي، 20 عمود ب72 مليون دينار عراقي. يعني اذا نحسب العمود على مليون، هاي همينة 20 مليون على مليون. زين هو تيل بيش يريد يكون كبيرة، يكون بمئتين ألف، 20 تيل 4 ملايين 5، 64 مليون وين وديتوهن؟ ما هو حجم السرقة اللي يكون بالتيل مال الكهرباء؟ بالتيل يعني صحة الديوانية تبوق هاي الشي صحوا حتى بالفازلين، وصحة صلاح الدين تبوق بالتحميلات ما ادري بشنو، والكهرباء ما النهروان يبوقون بالتيل. عمي الله بالخير عليكم، خلينا نشوف الخبر وتفاصيله افضل، شوف الخبر وتفاصيله ونقعد نسولف، لانه 20 تيل على هيئة النزاهة في العراق تضبط هدرا واختلاسا ومغالاة في دائرة كهرباء ديالة بعد شراء، طبعا آسف أنا قلت بالنهروان هي بديالة، بعد شراء 20 عمود كهرباء ب72 مليون دينار عراقي، 20 عمود كهرباء ب72 مليون دينار عراقي، 20 عمود كهرباء ب72 مليون دينار عراقي. إذا العمود كان على مليون دينار هاي 20 مليون، بيش حاسبين العمود؟ التيل على قولت أبو عزراء التيل. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت وماذا غرد البعض. يقول حيدر: هذه الأعمدة تولد كهرباء لو فقط لحمل الأسلاك الكهربائية، تولد يعني نووي هن مثلا حتى يولدن كهرباء. علي موسى يقول: شنو لازم العمود وحيد أهله ومدلل، لو كان وحيد أهله ومدلل ما ينباع بهذا السعر، ما ينباع. مجيد يقول: هم لو ما يعرفون اللازمين الحكم مو رجال دولة،
كان تحذروا وما سرقوا بضوء النهار، هم بوضح النهار. والله وأقسمها لا يمكن أن تعالجوا موضوع الفساد في دوائر الدولة، وكل ما تتكلمون عن محاربته يزداد. يقول مازن التيل هذا سعره 200,000 في 20 يعني 4,000,000 الخمط 68 مليون دينار عراقي. بوغو يقول سعيد مو احسن من الفازلين مال الفازلين والتحميلات 100 مليون، خلي ياكلون الكهرباء والصحة رب الفساد ودمتم للإصلاح. هذا الموضوع اللي كان شاغل الرأي العام، 20 تيل بسعر 72 مليون دينار عراقي، 20 تيل عمود، بيش الواحد يطلع 20 ب72 مليون؟ يعني إذا بمليون هاي 20 مليون قلنا، إذا بمليونين هاي 40 مليون، إذا ب3 ملايين 3 في 20 هاي 60 مليون. بيش ب3 ملايين ونص مشترين للتيل؟ الله أكبر. دعنا نبتعد عن هذا الموضوع ونتكلم بالموضوع الثاني. أحياناً تكون هنالك سرقات من نوع آخر، مثلا الذي سرق هذه العواميد سرق فلوس مالا سوف يدخل النار، شيء متأكدين منه لأنه سارق. ولكن أن تدخل النار وأنت تسرق قبق من هول، قبق مال مجاري بالشارع، القبض على عائلة مكونة من 4 نفرات بوالدهم يسرقون أغطية المجاري في إحدى المحافظات العراقية. أنت داخل للنار لأنه مسوي ذنب، لأنه سارق، سرقتك قبق من هول. راح تدخل للنار وراح تتحاسب وحساب وكتاب على موت قبق من هول. ليش البعض اللي راح يدافع انه يابا هذا فقير؟ عن اي فقر احنا نتحدث؟ فقير مديدك ولا تسرق، مديدك اسأل اطلب ولا تسرق. وش تسرق؟ قبق مجاري من هول. خبرنا يقول إلقاء القبض على عائلة مكونة من أب وأربعة أبناء متخصصة بسرق أغطية فتحات المجاري، متخصص باع التخصص، ما أخذين بي دكتوراه من هارفارد، ماخذين بي دكتوراه من مين؟ من يا جامعة مين ماخذين بي دكتوراه؟ باع التخصص، متخصصين بسرقة أغطية المنهولات المجاري. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله ونتحدث أكثر في فقرة فيس تو فيس. يقول الخبر القاء القبض على عائلة مكونة من أب وأربعة أبناء متخصصة بسرقة أغطية فتحات المجاري في حي السلام في محافظة النجف. يقول أو تقول دكتورة رغد أم التخدير، مبين الحساب فيشينك، ما طول كاتب دكتورة مبين، يعني شنو السبب يسرقون؟
لو عايشين مثل دول العالم وعدهم راتب وبيت كان ما سرقوا. كل شيء ممكن امرره اعدي، بس التبرير للسرقه ايا كانت ما يتبرر. السرقه ما تتبرر. هسه بغض النظر عن الحساب وهمي، لكن من يكتب خلف الحساب هو شخص انسان. السرقه لا تبرر، واقطعوا يد السارق. تليت جاي تبرر. وسن ابراهيم محمد. هسه ترى هو مو يعني اسمك الثلاثي كاتبته بالفيسبوك، ترى ما له داعي والله، يعني هي مو مدرسه. وسن ابراهيم محمد، نعم استاذ، راسبه، ما له علاقه يعني. واسمك الثلاثي مهم، انت حره وسن تقول هذول تقدرون عليهم، بس الحراميه اللي تاخذ مليارات وتسرق ميزانية شعب كامل عليهم ستار خفي. الله ينعلكم دنيا وآخرة. هم مو عليهم ستار خفي، هم خاتلين هنا، وهذا الحاجز هم خاتلين وراء. يطلع مدرسة وبعدين يرجع مدرسة. وش وقت مدرسة؟ مدرسة بالأوقات اللي تصير بيها مظاهرات، قصف، أشياء أخرى قد تحدث. فدك الزهراء تقول أدري ادخلون جهنم على مود غطاء بلوعة، عاد بوقوا شي يسوى، اضحون بالآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شي بوق شي يسوى، ذا هو أعظم سرقة عند قبق مجاري. أبو نوف يقول هذا تخصص رائع، من أي جامعة حصلوا على شهادة التخصص؟ من هارفارد، من هاش اسمها البمريكا، مدر بريطانيا، راحت من بالي، من هناك محصليها، من هناك يعني محصلين هذا حسن يقول ما شاء الله، ناس تبوق مليارات وناس تبوق منهال وناس تبوق تيولة، تيل 20 تيل ب 72 مليون، فساد 68 مليون في الديالة بسبب التيل، وهسه كامشين الجماعة لأنه يبوقون أغطية مجاري، يسرقون أغطية مجاري. ألقوا القبض عليهم متلبسين أو غير متلبسين لا أعرف. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع السرقة اللي بوق قبق منهول مجاري. قد تساعده على ماذا؟ لا نعلم. من يسرق أحيانا يتم التبرير له. أي شخص يبرر لأي سرقة، هذا يساعد على الإثم والذنب، يعني هذا يساعدك على أنه تشيل إثم وذنب، فهو ممكن هم يشيل إثم وذنب. لا تبرر للسرقة، وخر التيل ووخر المنهولة، وتعال خلي نسولف بالبنزين. البنزين في العراق هو نوعان أو نوعين، العادي ذو 450 دينار، والمحسن ذو 850 دينار. 850 دينار و 450 دينار، هذا هو أسعار البنزين بالعراق بنوعيه، العادي والمحسن. في الإقليم هنالك نوع ثالث يدعى بالسوبر، يكون أغلى ب 1200 دينار.
قد يكون بهذا السعر أو أرخص أو أغلى. في بغداد طبعا هو هذا بالإقليم سعره 1200 وأكثر، لكن الخبر يقول في بغداد طبعا عن طريق وزارة النفط تقول سنطرح بنزين السوبر بسعر 1000 دينار لللتر الواحد بدءا من أيلول المقبل. لتر بألف بنزين سوبر، يعني هذا الكلاوات تشتو تمشوهن علينا مال المحسن، طلع كلاوات لو هذا باب جديد من أبواب السرقة والكلاوات لو الموضوع شنو بالتحديد حتى نفتهم، لأنه ماكو فد شيء ممكن يتبرر إليه. بنزين سوبر، عما قبل كل شيء أنا أدير بنزين عادي، بنزين عادي نعمة من الله كل شيء ما بي، بنزين عادي وطبيعي وعلى حب الله والوطن ب450 دينار، أدير كل جمعة ب15000 ب16 ب17 أترسها تكفيني أسبوع نعمة من الله. أكو ناس يدير محسن على سياراتهم لأنه الماكينة والفيتبوم والنوزلات وهذا لازم يدير محسن حتى يصير تنظيف، أكو سيارة روح تشلب ما تعطل، لو مو دي لو تدير لا تخبط مية ودهنة ما يصير بيها شيء. السوبر هذا مين جايبيننا إياه؟ خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس في موضوع البنزين السوبر. طبعا أنا طول عمري أسميه بنزين، وإحنا كنا نسميه بنزين بس هو اسمه بنزين، فهل يا ترى سنقول بنزين أم بنزين؟ وماذا تقول أنت، بنزين لو بنزين؟ لون لو 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 نختصر بشي ثاني، خلينا نشوف التعليقات. يقول فرمان أكيد أكيد هم ننتظر مفاجأة تغيير السعر العادي بعد تغيير الحكومة، لأن أولوية تجديد الحكومة تدمير الشعب وإرادته كما فعل السابقون. كلام ده كبير قوي قوي، كبير قوي قوي على قولة هذا. إيهاب برو يقول هو بالعربي وبالإنجليزي اسمه، بالعربي اسمه إيهاب برو كاتب، وبالإنجليزي اسمه إيهاب بيرو. بيرو شبيك إيهاب أنت اسمك ما مستقر عليه. يقول يا رب شنو ذنبنا حتى تعاقبنا وتخلي ذولا يحكمونا، مو بلدنا بأنبياء وأئمة، ليش 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 ليش؟ ما حد يعرف ليش، لا أحد يعرف لماذا. ظافر يقول مو زين يهرش النوزلات، هو بنزين عادي وعلي الطيق، نزلوا الدولاء نزلوا الدولاء دمرتوا المواطن يا سي بندية، تعال خلي نسولف أنا وياك على الدولاء. الدولاء الدولاء والله العظيم كان الحلقة مية المفروض أكون فرحان. دولاء دولار أصبح بقدرة قادر، دولاء دولاء الفرك دولاء الهوى دولاء. ليش يعني تعليقك حلو يا ظافر، ظافر ستوري انه بيقول المواطن دمرت المواطن يا سيبندية. عزيزي المشاهد ما هي معنى كلمة سيبندية؟ اكتب لنا في التعليقات، والتعليق صاحب الإجابة الصحيحة أو التفسير الصحيح بكل شيء ما راح نسوي له، بس فيدنا بالمعلومة. يعني لا تنتظر مني مثلا أقول لك تحصل جائزة لو هاي، لا لا بس أرفدنا بالمعلومة الصحيحة وجزاك الله خير الجزاء. هاشم يقول ما نريد ولا خلف الله عليكم من نجيب اللتر ألف ذولي، بس الزناقين يقدرون عليه. الزناقين لاحظ لي على كلمة الزناقين، خلوا الناس عايشة. أبو التاكسي ذا يخلي بنزين بألف دينار،
شلون يشتري طماطم؟ سيد مهند يقول والله يا وزارة النفط دمرتونا، قاضينها خبط وتصيحون محسن وهسه سوبر، هو نفس المحسن مالتنا اتقوا الله، هاي بوقة جديدة، نعم إنها سرقة جديدة قد تكون، والشعب هو اللي واقع براسه. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرة فيس تو فيس، فقرة الأخبار الفيسبوكية. فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد. الباعة المتجولين في الشوارع البغدادية والعراقية في المحافظات، قد يسأل سائل ما هي النوع أو ما هو نوع الأغراض التي تباع؟ أجيبك، المي الآرو، الطماطة والمخضر والبصل، العدة مجمدات للبيع، ثلاجات للبيع، اللي عنده الشغلات، المهم كل شيء ينباع بباعة متجولين. أحدهم أخرج فيديو، أخرج جهازه وصور فيديو لعدد من الباعة المتجولين الذين يمرون في درابين منطقته، وسأل هل لي بأن أرتاح قليلا كوني قدمت من العمل متعب؟ البعض قال له اتق الله، الناس على باب الله، شو موازي غير الفقر وطالع بالوحدة الظهر يشتغل، الفقر الظهر يشتغل بها مجال. خلينا نشوف الفيديو ونشوف تعليقات الناس ورا ونتحدث بشكل أكبر. هذا أول واحد، يا الله الظهرية أريد أرتاح يوميا، هاي بدت المعاناة اللي أنا عايشها، منو مثلي عايش هيجي؟ هذا الثاني، يعني شلون ما ننام اليوم؟ راح تخبر، والله العظيم راح تخبر، نريد ننام يا معودين، نريد ننام خاطر محمد. أدري على باب الله، بس يقول الناس تنام. غاز، مي آرو، طماطه، بصل، خيار، رقي، مشمش، آلو، عتيق للبيع، نخالة، نفط، غاز، هكذا هي حياة أغلب العراقيين في مناطقهم. سأل هذا الشخص هل لي بأن أرتاح قليلا؟ البعض قال له لك، والبعض الآخر عليك، عليك أن تحترم أنهم فقراء وخرجوا في هذا الوقت بالتحديد لكسب قوتهم اليومي، فتحمل. البعض لا يستطيع التحمل. هذا الفيديو وهذا التساؤل ليس فقط هو ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، بل يجب أن يكون question، شوي نحكي إنجليزي عود يعني نتمنطق، يجب أن يكون سؤال يسأل به الشعب، هل أنتم مع هذه الظاهرة أم لا؟ هل أنتم مع الباعة بالتجوال في الشوارع أم البقاء في مناطق محددة في أسواق محددة ومحلات تجارية؟ خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول موضوع الباعة المتجولين في الشوارع. يقول غازي جهاد، انت ليش مخلي بالك يمهم ومركز على اصواتهم؟ هذا دليل على انك ما مشغول باي شيء وباقي بس مركز عليهم.
لربما هو قرر أن يصور في هذا اليوم كم بائع يتجول في ستوتته أو كيته أو تكتكه أو شوف بيش يبيع. أنغام تقول مفروض قانون يمنع هكذا شيء، وكل الأصوات في مكبرة الصوت تكون داخل المباني والمحلات لعدم إزعاج الآخرين، وحتى المنازل والشقق في كل أيام الأسبوع إلى 9 مساء باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. أبو ميسر الخفاجي يقول خلي العالم على باب الله، على كيفك يا ابن الوزير، على كيفك يا غاتي، ناس قاتلها بعد اطلع على كتلة، لا لا اطلع ضربة بوكسي، لا لا الله عليك، شنو السالفة؟ ترى قال رأيي يعني ما له دخل على كيفك يا ابن الوزير، على كيفك يا شقاوة عمو، عمو انت شقاوة، شو اسمك؟ أبو ميسر عمو شقاوة، انت شقاوة، ما يصير هيك، اطلع ضربة اطلع تعارك وياه، شلون يصير هيك عمو؟ هذا الكلام ما مقبول، ما مقبول هذا الكلام عمو، عم ابو ميسر. يقول ابا طفوف والله العظيم صدق وحقك، بس انطيهم البديل، ما مجبور بالحر يطلع، يجوز عنده ايجار والشهر يركض ركض، هم انسان هم يريد ينام مثلك هيك وقت، بس مجبور يطلع. أما آخر تعليق من أبو صالح يقول الفقير ماذا يعمل؟ نعم هنالك إزعاج، ولكن فكر فيه كيف يخرج بالواحدة ظهرا لولا الحاجة، أحسنت، لولا الحاجة لما خرج في الواحدة ظهرا. هذا التساؤل مثل ما قلت يجب أن يكون على مستوى الشعب حتى نعرف أن هاي الناس من حقها لو مو من حقها، هل إزعاج الآخرين بهكذا أشياء هو حلال قانوني؟ لا، الله أعلم. هذا كان الفيديو الأول اللي ظهر عندنا في فقرة ترند تيوب. الفيديو الثاني الحالات التي تتكرر في المستشفيات هي حالات كثيرة وكبيرة. أنا قبل لا أقول لكم الفيديو شنو، قبل لا نسولف، مرات تلقى حمايات بباب المستشفى، هذول شغلهم شنو؟ بس يسأل وين رايح وين جاي، من يطب يفلش ويتعارك بالمستشفى، ليش ما حد يطلع عليه؟ ليش ما حد يلقي القبض عليه؟ ليش ما حد يجيبه ويذبه بالسجن؟ عم مار السجن، يجيبه يصعده بالسلفادور. خلينا نشوف الفيديو الذي انتشر في سامراء، في مستشفى سامراء، وماذا حصل فيه. مسدس؟ اه هو اللي ماكو برا مو؟
كاميرات برا. لا ما تفيدني هاي. لا اريد كاميرا برا بالخارج. كالعادة بالإعادة إفادة، كالعادة يجون ناس ما حد يعرفهم مين ما وين يتهجم على المستشفى، يصير ضرب ويصير فضل باشون يضربه، تقول يلعب مواي تاي، يضربه شلاق، يضربه بوكس، يضربه منه باو. تفرج تفرج، خلنا نتفرج وياكم مرة ثانية، ما بيها شيء بالإعادة الإفادة، خلينا نشوف التفاصيل، شوف إذن راح يشردن الطبيبات أو الممرضات أو النيرس، راح يشردن، شوف ذول الاثنين، هذول راحوا خارج الشاشة باوة، رجعوا، هذول بيناتهم ما أدري جاي يسوون على سلاح، طلعوا مجموعة، هذا واحد بيهم لابس أبيض، يرفع بجامته، شوف، جتي النسوان هاي، هذا الفيديو في سامرة في مستشفى سامرة، ليش؟ على شنو؟ تعاركتوا؟ لا أحد يعرف. خلينا نشوف التعليقات بالكت، واحد عنده حل لهذا اللغز الذي يتكرر دائما في التعليقات. ثامر يقول الحقيقة أكو بيهم مستحقين لأنه ما يتعامل ويا المريض بإنسانية، مكنك بالفون من تحكي وياه ما يجاوبك، للبعض وليس للكل. مطشر البيات يقول بس اريد افتهم شنو دور الحماية وعايش مخليهم وياخذون رواتب، شنو دور الحماية؟ تعليق من هيثا شنو هذا الاسم والله ما اعرف، هيثا تقول المستشفيات الحكومية إلى الهاوية، حتى إذا تروح صاحي يطلعوك جنازة بسبب الإهمال والأخطاء الطبية وعدم اللامبالاة بحياة البشر، أي رقابة على الأطباء ماكو. الهماشي حسن، كثير من الأطباء تركوا العمل في المشافي الحكومية بعد خدمة طويلة بسبب الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل الخارجين على القانون وبسبب عجز الدولة عن حمايتهم، فمنهم من هاجر خارج العراق ومنهم من اعتمد العمل في عيادته الخاصة. تعليق من رعد الحسن، راح تستمر المهازل بهذه اللا حكومة بين قوسين إلى أشد الحالات سوءا، وسوف تترك الكوادر الطبية المتخصصة العمل بسبب هكذا أعمال إهانة وضرب واعتداءات. طبعا نظام الغابة الذي نعيش فيه أيضا باع، أيضا المواطن أحد أسبابه البطولات. يا سيادة المواطن، بعيدا عن المستشفيات لأنها وجدت لخدمتك وخدمة المجتمع. المنظر الذي دائما يتكرر هو منظر الضرب بالمستشفيات والعرك والجيبة والودي. الفيديو الأخير في حلقتنا لهذا اليوم، الله سبحانه وتعالى دائما يشوفنا شغلات، شوفنا أشياء، جفاف في منطقة وسيول في منطقة أخرى، أشياء لا يمكن أن تتخيل أبدا. الفيديو الذي سيظهر هو فيديو مؤسف في باكستان، السيول الجارفة التي دمرت كل شيء هناك، لدرجة أن العراق قدم المساعدة لهم أيضا. خلينا نشوف الفيديو وراه نسولف. Thank you.
أكبر الله أكبر. طبعا اكو فيديوهات هوايه، فيديو لطريق جبل يوقع وتوقع المنشاه والمنظر البي، واكو فيديوهات لشون البيوت تنشا. هسه احنا شفنا اغلبها بهذا الفيديو، بس هذا المنظر المؤلم هو في باكستان. لعل الناس تتعظ ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يقلب الحياه راسا على عقب في ليله وضحاها. هكذا يحصل، علينا أن نتعظ ونعي أن قدرة الله سبحانه وتعالى على إبادة كل شيء، جفاف الأنهر، السيول في أماكن أخرى وفي المناطق، الجبال التي تقف والجبال التي تقع، الثلوج، الحرارة، البرد، غيرها من الأمور، علينا أن نتعظ. خلينا نشوف التعليقات على آخر فيديو عدنا في هذه الحلقة. يقول عيسى أحمد رجب جمعة، بعد بس اللقب، يا رب سترك استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. أنغام تقول كم هو مرعب وكأنها بيوت ورقية. صدق كأنها بيوت ورقية. حيدر يقول لابد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فالفساد زاد عن حده، فهذه سنة الله، كلما زاد الفساد زاد البلاء والقادم أسوأ. ثائرة أكرم العقيدي تقول سبحان الله ونحن عندنا جفاف والحر ما ينحمل، حتى درجة الحرارة بالإقليم وصلت 45 بالإقليم، بكل هذا وصلت 45 وفوق. آخر تعليق من علي يقول شبيه شمال ووسط وغرب العراق، صار لسنتين حتى دب أم 20 لتر ما مطرت. تريد يصير بينا هيجي؟ تريد يصير بينا هيجي لو شنو؟ بس فهمني، إذا تريد يصير بينا هيجي هم قل لي، تريد دب ام 20 لتر؟ يعني شنو دب ام 20 لتر ما مطرت؟ هسه هي التحشيشه مو حلوه، بس انت تريد يصير بينا هيك يعني؟ تهم قل لنا حتى واحد يفتهم، حتى نفتهم من نحكي وياك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام الحلقه 100 من برنامج الوسم. كما قلت اشكر كل الذي ساهموا في اظهار هذا البرنامج، متواصلين في الظهور في أيامنا المعتادة الأحد والخميس الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.